وصلنا اهو يا حاج، هنا حبيبي هنا، استنى هنا يا ابني، استنى هنا عند الباب هنا، وصلنا اهو يا حاج، الحمد لله على السلامة. خليك شوية يمكن نحتاجك معانا، خليك نرجع معاك ولا حاجة، خليك اسمع كلامي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مين، عامله ايه؟ يا عليم يا رزاق، انا جيتوا من السفر امتى؟ انا جاي من المستشفى على المطار على طول، على هنا على هنا. اه ما لقيتوش غير المطوى اللي هنا بس. مش ده ابنه؟ ايه ده، هو هيروح بيموت فين ولا ايه ده؟ بعد الشر، وبعدين جايب شورت وهو مشلول كده، بعد الشر فيه، هو لبسه ده كده هناك على طول. انت عايزه ايه؟ دخلينا اللي عايزين ايه؟ يعني ايه ندخلكم؟ ما رحتوش فندق ولا رحتوا في اي نسيبه سودا ليه؟ نسيبه سودا؟ اه هو ده الاستقبال بتاعك؟ ده بيموت عندنا والنبي خدوه وعلاء لا يموت فين؟ هنا. بعد الشر علاء فين؟ خليكي واقفه زي ما انت كده لحد ما اشوف عليا صاحي ولا لقيته نايم، مش هقول لك اتكلي على الله من انت وهو من هنا. اهدى 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 هيموت لنا هنا. يا فتحي عليه، مع الصبح جايين لي من المطار على امي هنا، هو مفيش الا انا هنا، ما يروحوا اي فندق ولا اي ليله سودة. استغفر الله العظيم يا رب. في يا بنتي بتزعلي؟ صحيتي علاء؟ في على الصبح بتزعلي ليه كده؟ امك وابوك بره يا علاء، جايين من ام المطار على هنا وما فيش الا هنا، ما روحوش اي فندق ولا اي نسيبه سودا ليه؟ هما ابويا بره. انت بقيت مفجوع كده ليه؟ اه امك وابوك بره. قفلت الباب في وشهم؟ ايوه قفلت الباب. انت عبيطه ولا ايه؟ ليه عبيطه ليه؟ انك يا شيخه مش عارفه، ده عايشين بخيره. الله يديك الصحه والعافيه يا حاج. اهدى اهدى عشان العلاج ما يبص. اهدى اهدى يا بنت مالك؟ يروحوا في اي نسيبه سودا. مصيبه ما تاخدك يا شيخه. يعني يا هم تعبيطه. عامل ايه يا حبيبي؟ ازيك يا عامل ايه؟ ازيك يا ابني؟ ازيك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ابني. الله يسلمك. مفيش حاجة عليه. انت في ايه يا بنتي؟ انت مجنونة؟ ليه؟ هم رايحين؟ ما وقفها ابويا وامي بره. ويعني؟ ويعني ايه؟ هيروح اي نسيبه سودا بره. مصيبة ايه؟ انت بتضربني عشان ايه؟ خليكي تروحي في داهيه. انت في ايه؟ جنتي في عقلك؟ ما يروح في اي مكان، اشمعنى هنا؟ دول ابويا وامي. ما يروح عند اخوك. انت اللي تروحي في داهيه مش هما. لا لا لا. ايه ده يا حاج، انت واقف على رجلك؟ انا كويس علاء، الحمد لله يا رب. ايه ده؟ يعني انت مسليه؟ ايه ده؟ عشان عارف انك انت متجوز واحده، وعارف وبسمع ان هي انسانه، هو عارف بكل ده قبل ما يجي. انا ما عندهاش اي ده. شيء من الرحمه. لا لا الحمد لله. لما تشوف واحد عاجز حد. واحد عاجز ولا حول ولا قوه وتقفي قصاده مش عايزه تدخليه، ده انت لو جالك واحد من الشارع وتعبان هتقول له اتفضل. طريقه الاستقبال مش حلوه حتى، يعني انا متاسفه جدا من سفر. على فكره انت عطيتني درس والله، بس انا اسفه والله، والالم ده فوقني على فكره. الحمد لله. مش هتقعدي؟ لا 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 يا علاء، يلا لا لا دخل مراتك. لا يا علاء دخل مراتك. بس معلش يا علاء، هي حاسه بغلطه خلاص. لو سمحت اتفضلي جوه. اتفضلي جوه. انا هتقبليني اخش جوه دلوقتي؟ على دماغي يا بابا والله. على العموم انا كنت بختبرك، بس انت سقطتي في الاختبار، يعني دلوقتي ممكن اخش؟ على دماغي طبعا. طب وشورت؟ لا طبعا تخش قبل مني كمان طبعا. انا اسفه. خد مراتك علاء خش يلا. انا اعتقد ومتاكد انك انت مش هتقعي تاني في الاختبار دوت، واعتقد ان ربنا ان ربنا ده بيتكم يا اما، وانا ده كله من خيرك يا بابا، وانا جايب حاجه. انا بقول لك انا جاي وعارف، بس انا عارف خامتك وعارف خامتها لان انا سمعت عنها، قلت اما اعمل التمثيليه واشوف ايه بقى، ايه الحب اللي جواها ناحيتك وناحيه والدك ناحيه امك، لكن للاسف سقطت في الامتحان. بس انا مسامحها. عارف ليه مسامحها؟ انها انسانه ضعيفه، لكن البركه فيك. انا انت عندي بالنسبه لي كل حاجه. بابا قبل ما يجي ها موضب كل حاجه، جايب بيت وجايب كل حاجه فاهمني، وكان جايب لكم هدايا جميله جدا وهيجيبها لكم برضو. ودي بيتكم يعني. بس قال يعمل لك اختبار يشوف في الكلام ده صح ولا لا. وده بيتكم يا بابا في اي وقت والله، انا اسيبه وامشي وانتوا تخشوا والله. خلي بالك على جوزك، خلي عندك حب لجوزك. لما تحبي جوزك هتحبي عيالك. اكيد طبعا انا بحبه. هتحبي الغريب وهتحبي القريب، وهتعيشوا في حياه احلى مما يمكن. طبعا متاسفه عليه. انا معزومين. انا داخل معاك. معلش انا استاذن حد. تعالى تعالى حاجه اتفضلي. معلش اخرناك معانا. معلش ده السؤال اللي جايبنا. بس يا ريت يا استاذه بعد اذنك تتكلمي بسهوله احسن من كده. انت ما تعرفيش الشخص، الشخص جاي دافع عندكم وابو جوزك عاملين حلو، بس انا بالله عليك حرام تعاملي الناس كده. ده انت قلبك اسود. الله يسامحك. شكرا.
اتفضل يا ماما.